الأستاذ محمد فايق، مهندس العلاقات المصرية الأفريقية، رائد من رواد الإعلام المصري، مؤسس الحركة العربية لحقوق الإنسان. مشوار حافل لمفكر ورمز مصري كبير، بدأه في عام 53 مديراً لمكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للشؤون الأفريقية. وعلى مدى 17 عاماً شارك الوزير محمد فايق في مد أسور علاقات قوية مع الدول الأفريقية، وأقام صداقات لمصر مع زعماء التحرر الوطني في أفريقيا والعالم: باتريس لومومبا، نيلسون مانديلا، كوامي نكروما، أنديرا غاندي، فيديل كاسترو، تشي جيفارا وغيرهم. في عام 66 وبعد 6 سنوات من إطلاق التلفزيون المصري، تولى السيد الوزير محمد فايق وزارة الإرشاد القومي التي أصبحت فيما بعد وزارة الإعلام. وضع مع رواد الإعلام الكبار الأساس لقوة الإعلام المصري الناعمة عربياً وأفريقياً. أسس منظومة البرامج الموجهة للخارج بلغات العالم، وضع أساس منظومة الإعلام الثقافي والتعليمي والفنون الرفيعة مثل البرامج التعليمية والبرنامج الموسيقي، أسس المركز الصحفي وأطلق شبكة مراسلي الإعلام المصري في دول العالم. في عام 70 أسند إليه ملف أفريقيا مجدداً وتم تعيينه وزيراً للدولة للشؤون الأفريقية، وبعد فترة غياب لعشر سنوات عاد إلى العمل على الساحة العربية، حيث شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأصبح أميناً عاماً لها. وبعد عام 2013 تولى رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى عام 2021.